كلمني فخامة الرئيس أبو مازن على التحديات اللي أمامه، وحبيت بس أطمنه أنه ما في أي تغيير على مواقفنا الثابتة، وحبيت أشكر التعاون بين الحكومة الأردنية والحكومة الفلسطينية. نحن بنفس الخندق اليوم. أنا بس حبيت أحكي دولة الرئيس بجوز مع الأجهزة الأمنية على سيادة القانون. قبل أسبوع انجرحوا قديش 11 شخص من الإطلاق النارية. للأسف منضل نرجع على نفس الموضوع، لكن كمان مرة سيادة القانون بالنسبة لي أهم من أي شيء ثاني. كل احترام والتقدير للمواطن الأردني، لكن سيادة القانون أولوية. المشكلة أمام المواطنين لما بيشوفوا أنه في ناس عندهم واسطة أو عندهم أسماء بتأثر على المجتمع. يعني إذا أنا عندي اسم أو واحد مسؤول بقدر أعمل اللي بدي إياه. وآخر إشي على دور الشباب، أنا قعدت مع عدد منهم امبارح، ما شاء الله عليهم، يعني فعلا بيرفعوا المعنوية. لازم نركز على دور الشباب، وأنا بعرف أنه في برامج بناتكم، كيف نحن بنقدر نطورهم، كيف ندعمهم، لأنه أملنا فيهم. وأنا حابب أنه خلال فترة الصيف الجيل الجديد يحسوا أنه في مشاريع، في دعم منا جميعا. دورنا اليوم أنه فعلا ندعم الشباب بقوة وإخلاص.